الثقافة والفنون هي الأعمدة الراسخة لتنوير أفراد المجتمع وتوثيق ماضيه واستعراض حاضره ورسم مستقبله، ومن خلالهما نسعى لرفد المجتمع بطاقات مبدعة تسهم في عملية التنمية. إن الاهتمام بالثقافة والفنون في المجتمع دليل على الرقي الفكري والأدبي لأفراده، فالفن غذاء الروح والثقافة غذاء العقل، وبدونهما ستتحول المجتمعات إلى جماد بلا روح. أنا أحب الرسم. أشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على إتاحة لنا هذه الفرصة لنعبر عن هوايتنا في العزف. من خلال أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة سنمثل إمارة الفجيرة دوليا. لنكون من أفضل دول العالم. أحب الخط العربي وأريد أن أتعلم كثير من الخطوط الجميلة. أنا أحب أن أتعلم رقص الباليه. أحب المسرح والتمثيل. أنا أحب الفخار. أنا أحب التصوير وأكون مصورة محترفة.